بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. نواصل الحديث في هذه السلسلة المباركة التي نعيش فيها مع أنفاس سيدنا رسول الله. وقلت لكم قبل ذلك، ما أجمل المجالس إذا كانت حول كلام سيدنا رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. القصة اللي معانا النهاردة قصة تعلمنا كيف يكون الصبر على البلاء، وكيف يكون الصبر على المرض. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سيدنا عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي الشريف، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا فيه قصة، وقصص سيدنا النبي اسمها القصص الحق، حتى إن سيدنا الشيخ الخطيب عمل كم كتاب في هذا المعنى وسماه القصص الحق لسيد الخلق، الأحاديث النبوية اللي اشتملت على قصة. كلا نقص عليك من أنباء الرسل، وربنا يقول في القرآن: إن هذا لهو القصص الحق. يحكي لنا العدنان أروع القصص، فيها العظات وفيها للقلوب عبر. كلام سيدنا النبي فيه عظة وفيه عبرة وفيه موعظة بليغة. فهذا الحديث بيرويه الإمام البخاري والإمام مسلم عن سيدنا عطاء بن أبي رباح. سيدنا عطاء التقى بسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. لما تسمع في الحديث رضي الله عنهما، يبقى الحديث ده بيرويه الصحابي وأبو صحابي. يعني نقول مثلا إيه؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه. عن عبد الله بن عمرو، يبقى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه. العبادلة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن مسعود نقول رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام نقول رضي الله عنهما. يبقى العبادلة لو عدينا العبادلة خمسة هنقول رضي الله عنهما عن أربعة.
وابن مسعود هنقول رضي الله عنه لأن أبوه لم يدرك الإسلام، إنما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير بن العوام، ده صحابي ابن صحابي، نقول رضي الله عنهما، صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيدنا عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس، وابن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن، ده كان بياخد العلم من فم سيدنا النبي مباشرة، علمه النبي وحنكه النبي بريقه ودعا له بالبركة وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. بيقول سيدنا عبد الله بن عباس قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاله، فهو بيقول لسيدنا عطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة، طالما ابن عباس هيقول له أنا هوريك واحدة من أهل الجنة يبقى في وقعة حصلت مع ابن عباس شافها بعينيه من سيدنا النبي، وسيدنا النبي علمه وأطلعه أن هذه المرأة من أهل الجنة، فقام جاي سيدنا عطاء بن أبي رباح قال له بلى علمني يا ابن عباس وريني المرأة دي اللي هي من أهل الجنة، قال له هذه المرأة السوداء، هذه المرأة الإيه؟ المرأة السوداء. يقولوا أن المرأة دي اسمها سعيرة الأسدية أو شقيرة الأسدية أو اسمها أم ظفر، ثلاث أسماءه، قال لك أول اسم يقال إن اسمها سعيرة الأسدية بضم الأول، سعيرة أو شقيرة الأسدية من بني أسد، ويقال اسمها أم ظفر، دي أسماء بعض الشراح قالوا لا ما اسمهاش أم ظفر، أم ظفر دي واحدة تانية، إنما بعض الرواه قالوا لا اسمها سعيرة أو شقيرة أو أم ظفر. مالها الست دي؟ قال لك كانت ست سوداء، الملامح بتاعتها البشرة بتاعتها سوداء، وكانت امرأة طويلة. هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها قالت لسيدنا النبي في يوم يا رسول الله إني أصرع، مرض الصرع معروف، وإني أتكشف، لما بتجيلي النوبة بتاع الصرع أنا بتكشف، ممكن عورتي تنكشف أمام الناس، فادعوا الله تعالى لي. مين اللي هيدعي بقى يا سيدنا الشيخ؟ ده سيدنا النبي اللي هيدعي. لما بتيجي واحدة للشيخ اللي بيخطب في الجامع ولا اللي بيصلي تقول له ادعي لي يا سيدنا الشيخ، الناس بتتعشم في ربنا خير ان الشيخ يدعي لها، يقوم ربنا يستجيب من الشيخ، او الناس اللي قاعدين في الجامع يدعوا لامرأة او حد مريض يقوم ربنا يشفيه زي ما بيحصل، ونيجي نقول مثلا فلان مريض ادعوا له ربنا يشفيه، ناس بتتعشم خير، فما بالك بسيدنا رسول الله. لما سيدنا النبي بقى يرفع ايده، ده الشاب اللي قاله قال له ائذن لي في الزنا، سيدنا النبي قعد يتكلم معاه وبعدين حط ايديه على صدره كده ودعاله، فخرج الشاب من عند سيدنا النبي ولا يفكر في هذه الفاحشة، فما بالك بقى لما سيدنا النبي يدعي لحد. فقالت له ايه؟ ادعي لي يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادعو الله تعالى لي. فقام سيدنا النبي بقى ادالها ايه؟ خيارين، هيخيرها ما بين حاجتين، اول حاجة بقول لها ان شئت صبرت ولك الجنة، تصبري على المرض ولو صبرت هتخش الجنة، لان ربنا قال كده في القرآن انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ربنا اللي بيقول كده في القرآن، واصبر وما صبرك إلا بالله. وسيدنا النبي يقول ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويقول لنا في الحديث حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطايا، يعني المريض اللي على فراش المرض ده وبيتأوه وبيقول آه وتعبان ومريض، هذه الثواني والدقائق التي تمر عليه رفعة في الدرجات، وربنا يحط عنه
الخطيئات والسيئات ويضاعف له الحسنات. فبيخيرها سيدنا النبي: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. تصبري وتخش الجنة، ولا أرفع إيدي أقول يا رب أذهب عنها هذا البلاء والمرض؟ فالست كانت ذكية، صحابية رضي الله عنها وأرضاه، قالت له إيه؟ أصبر، أصبر يا رسول الله. معنى أصبر يعني إيه؟ يعني أنا عايز الجنة. فقامت بعد ما قالت لسيدنا النبي أصبر، يبقى الست خدت بشارة بالجنة. هي طلعت نصحة الست بقى الصحابية، قالت له إيه؟ إني أتكشف فادعوا الله لي. يبقى الست عملت إيه بقى؟ جمعت ما بين الاثنين، يعني أنا عايز الجنة وهصبر على المرض، بس ادعي ربنا أن أنا ما تنكشف ليش عورة. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. في شرح الحديث بقى قالوا: فلم تنكشف لها عورة بعدها. سيدنا النبي ادالها بشارة بالجنة، وتاني حاجة دعا لها ان هي ايه؟ ربنا يسترها عند نوبات الصرع ولا تنكشف لها عورة. الحديث ده فيه دروس مستفادة. اول فايدة في هذا الحديث وفي هذه القصة فضل الصبر على البلاء. اللي بيصبر على البلاء ده يا مولانا يا سلام عليه بقى. لما ربنا يجيب لك شوية مرض كده قبل الموت، يبقى ربنا عايز ياخدك ايه؟ عايز ياخدك نظيف، ما عندكش حاجة. ما هو كل يوم السماء تقول لربنا: يا رب مرني ان انطبق على بني آدم، فقد اكلوا خيرك ومنعوا شكرك. والارض: يا رب امرني وانا ابلعهم. والبحار: عايزة تغرقنا. والجبال: عايزة تنطبق علينا. يوم ربنا يقول لهم ايه؟ دعوهم دعوهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا الي فانا طبيبهم، ابتليهم بالامراض حتى يلقوني وما عليهم خطيئة، فان بقي عليهم شيء شددت عليهم سكرات الموت. مش كان سيدنا النبي بيقول كده؟ إن للموت إيه؟ لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. يقوم يجيب لك شوية مرض قبل الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله قبل موته. يعني عسله؟ حط عليه عسل؟ قال لك لا، عسله يعني استعمله، يعني استخدمه، يموتك على طاعة، تموت وانت مقبل على الله. لذلك قالوا الحكمة، قالوا ثلاث حاجات سبب في انكسار الإنسان: اثنين ينفعوه والثالثة ما تنفعهوش. أول حاجة الفقر، ثاني حاجة المرض، ثالث حاجة الموت. واحد ربنا بسط له الرزق وغني ومبسوط، وفجأة يبتليه بشوية بلاء في المال بتاعه، يقوم يفتقر. يقوم أما يفتقر إيه؟ يقوم يخضع ويخشع ويرجع لربنا ويتوب، يبقى ده خير له. واحد تاني ربنا يجيب له شوية مرض، يقوم المرض يقربوه لربنا سبحانه وتعالى، يقوم ربنا إيه؟ يخفف عليه قبل الموت. طب الموت جه بقى فجأة، واحد متكبر مغرور بقى ومش في دماغه حد، ويا أرض تهدي ما عليك أدي، وشوية بقى وجاله الموت فجأة، قال لك: الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يبقى لازم تتزود وانت في الدنيا، تجهز للقاء الله، تزود من حياتك للمعادي، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي. يبقى الصبر على البلاء هيدخلك الجنة. قالوا أيضا من ضمن الدروس المستفادة عفة المرأة الصالحة. المرأة الصالحة عفيفة شريفة، لا تريد حتى وهي في نوبة الصرع والمرض أن تنكشف لها عورة. كان الله يرحمه سيدنا الشيخ الخطيب يقول لك على النساء اللي بتحط على وشها مكياج وتمشي في الشارع، ما شافش سيدنا الشيخ اللي حاصل دلوقتي، يقول لك: دهن وجها بالطلا كدهنهن الأنعلا،
أود ألقى حفرتي ولا أراها زوجتي. شوف كلام الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بأخلاق رسول الله وأصحابه، وأن يرزقنا الصبر على البلاء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر والضياء. اللهم آمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.